فاطمة؟ يلا يسلموا، شكرا أخي. أي؟ أنا مضطرة أروح هلا. الله معك، فيك تروحي، روحي مهونة. حاجة تطلعي بالساعة، يا دوب بيكون وصل على الشط، يعني رح يستنى. اطمني. تقلي شوي. فاطمة مرت أخي، إذا ما رحت بيزعل مني. يعني أول ما بدق لك تروحي لعنده؟ تقلي حالك شوية عليه ولي هبلة. عم تضحك؟ كتير مبسوط؟ تفضلي مريم، اشربي كاسة شاي. بمرق لعندك وأنا راجعة أخي. اجت حبيبة القلب مصطفى، فرجينا ضحكتك. يا حسرة علينا، ما حدا بيستقبلنا. رئيس، مرتك قبل ما تتزوجوا كانت تستقبلك على الشط؟ لا والله، ولا كانت تستقبلني على الباب حتى، لك بحياتها ما اجت تستقبلني على الشط، بتصدق؟ يعني يا لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما شاء الله ما تركتوا سمكة بالبحر. اصطدتوا منيح؟ على وشك انت. استني شوي، بخلص شغلي وبجي، بعدها منروح منشوف البيت. راجع لك.
عنك رئيس؟ لا روح انت هلا، لا تنطرها. ما بيصير معلمي. حاجتك بقى، بتكون مشتاقة خيرات الله. سيدي بتستنى. الله يسلمك. لا تروح وما ترجع، بعد يومين عنا طلعة كمان. ها طمع. هلا خلينا نروح بالأول ونشق على البيت. كمان بدك تروح معهم بعد يومين؟ والله مشتقت لك. شو بساوي؟ لازمني شوية مصاري. لا تعبسي، ما بيلبق لك هيك. اشتقت لك كثير، ما فيني اتحمل بعدك عني. يلا جهز البيت بسرعه لك. انت بتأمري؟ بعد ما نتزوج ما رح بعيد عنك. قلت لك خلينا نسكن مع امك وابوك لبين ما يخلصها. هي خلصت جهازي، خلينا نتزوج. لا حبيبتي، ما بدي اعلى بلسان اهلك، ومرت اخوكي رح تفضحني وتقول مصطفى ما جهز بيته. بتصير تقول ابصر ليش لفلفوا القصه وتزوجوا بهالسرعه هي. اصبري حبيبتي ليجهز البيت بعد من الجواز، وقتها ما حدا بيطلع له يحكي، وراح ضمك وشمك على كيفي. أهلين، شرفت مصطفى بيك. شلونك أمي؟ حاجتك بقى، عوض ما تجي تشق على أمك بالبيت اللي إلى عشرة أيام وشايفتك دغري رأسا ركضت لهون. لا أمي، هلا وصلت، قلت بشق على البيت وكنا بوشنا جايين لعندك. صدقيني مو هيك فاطمة؟ يا حوينة الحليبات اللي رضعتهم من صدري. أمي بترجاكي، شو كفرنا يعني؟ أصلاً فاطمة ما عاد شفنا وشها من يوم اللي رحت من هون من عشرة أيام. مرت عمي صار جاي لعن كل شي خمس مرات وعادتيون كمان. يلا خلونا نروح، اشتقت لطبخاتك أمي. يلا. بس أنا ماني طابخة أي شي اليوم أمي. لا مستحيل سدي هالشي، يعني ما في فطاير سبانة؟ ما في. طيب مجدرة؟ قلت لك ماني طابخة، حاجة تجدب علي. عمي كبرت أنا، حاجة تضربيني. يسر شبك عم شمس صدري شوي، الشمس صحية كتير للجسم. شو هالضبضب يا مرة؟ عم يطلعوا عليكي؟ مشان الله، ليش مين في هون غير الحيوانات؟ حتى انت ما عاد طلعت عليهم. رجع عود مكانك، صب لي كاسة شاي. فاطمة تشربي شاي معنا؟ لا أخي يسلموا، شربت ببيت أهل مصطفى. شو قصتك أنت؟ كنتي قاعدة بحضن الزلمة؟ مشان الله مرت أخي، شو يعني هذا الحكي؟ عم حاكيكي، مفكرة بتقدري تضحك علي؟ بدك صدق أنك كنت ببيت أم مصطفى؟ والله كنت هنيك وأكلت عندهم كمان. يعني ما رحتي معه تشقوا على البيت؟ إيه بلا رحنا، وشو فيها إذا رحت؟ حاسستك ما عم تقولي الحقيقة، عن جد أنت صايرة ما بتنعطي وش أبداً. لا تبلشي مرت أخي. اسمعيني، لا تعملي عملي قبل الزواج، بعدين بيتركك وما بيتطلع فيكي. أنتي صاير شي لعقلك؟ ديري بالك تفضحي أخوكي، لأنه ما حدا رح يقبل فيكي بعد هالعملي، رح تضلي بخلقتي. ميسر شو عم تحكوا؟ ولا شي، عم ندردش. سألت عن مصطفى بس.